بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. تعتبر هذه الآيات القرآنية المباركة في مصاف الآيات الأولى الواردة في سورة الصافات، والتي تتحدث عن تسلية قلب النبي صلى الله عليه وآله لما أصابه صلوات الله وسلامه عليه من جفاء أمته. واضح أن هذه الآيات تستعرض قسم من حياة النبي يونس سلام الله عليه. طبعا القرآن الكريم ذكر حياة هذا النبي في سورة الأنبياء وفي سورة القلم، وفي هذه السورة في سورة الصافات، مضافا إلى نفس سورة يوسف عليه السلام أو نفس سورة يونس عليه السلام. النبي يونس كان يعيش في ساحل فلسطين، وبعث لأهل نينوى موصل الحالية. ومن الجدير بنا أن نتوقف في تأملات في حياة هذا النبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. التأمل الأول قوله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين. في مطلع الآيات ورد التأكيد على كون يونس من المرسلين، ولعل ذلك لبيان أن كونه أبقى أو ترك أمر الله تبارك وتعالى هذا من باب ترك الأولى، من باب ترك الأولى، وهذا ما يخدش في مقامه ومنزلته لأنه من المرسلين. لذلك شوف جاءت التأكيد: وإن يونس لمن المرسلين. يعني إحنا لما نقص عليكم هذه القصة اعلموا بأن هذه القصة وما صاحبها من إرهاصات ومن أحداث هذه في الواقع وقعت لنبي من أنبياء الله. هذا التأمل الأول. التأمل الثاني قوله تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون. لفظة أبق تعني هروب العبد من سيده ومن مولاه. وهنا رأيان: لماذا نبي الله يونس أبق؟ الرأي الأول أن يونس عليه السلام لما رأى العذاب لم ينزل على قومه وقد واعدهم بنزول العذاب في غضون 3 أيام، ولما رأى بأن العذاب لم ينزل عليهم حيث أنهم تابوا غضب وأبق وذهب، وهذا في الواقع ترك أولى وليس ذنب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنه أبق لأنه عندما رأى العذاب نازل رحل عنهم، وكان المفترض به أن يبقى وياهم لأن هو من المرسلين، يبقى يرشدهم إلى آخر لحظات حياتهم، يعظهم ينصحهم. على كلا الرأيين هذا النبي لم يرتكب ذنب، وإنما ارتكب ترك الأولى. هذا التأمل الثاني. التأمل الثالث: إذ أبق في الفلك المشحون. ما هو سبب رمي يونس في البحر؟ الرأي الأول: روي أن حوتا اعترض السفينة، وكان من المفترض أن يعطى شيء من الطعام حتى يتركهم يخلي سبيلهم، هذا مروي. الرأي الثاني يقول: لا، السفينة كانت قد أثقلت بالحمل والمتاع، لذلك لابد من أن يخفف ذلك حيث أنها تعرضت إلى أمواج عاتية في البحر، وكانت جاري عادتهم إذا السفينة كانت قد تعرضت إلى هذا النوع من
المطبات والمصاعب كان يخففون الحمل، وكان يعملون قرعة واللي تطلع باسم القرعة يرموه في البحر تفاديا من غرق السفينة. هذا ما حصل، وسووا قرعة وخرجت القرعة باسم نبي الله يونس سلام الله عليه. الرأي الثاني هذا هو الأصح. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني هذه السفينة كانت معبأة بالحمل الثقيل. التأمل الرابع، فساهم فكان من المدحضين، يعني المدحض المغلوب عليه، كما ذكر طبقا للسنن القديمة كانوا يقترعون، فإذا وقعت القرعة باسم أحد كان هو الذي يرمى في البحر، وهنا وقعت القرعة باسم نبي الله يونس 3 مرات، وهذه حكمة إلهية لاختبار هذا النبي ولامتحانه. وهكذا الأولياء يتعرضون إلى اختبار وإلى امتحان دائم ومستمر. لكن التساؤل هنا، هل كان هنالك أفراد آخرين مع نبي الله يونس خرجت القرعة باسمهم؟ في الواقع البعض يشير إلى ذلك، يقول قوله تعالى فكان من المدحضين، يعني أكو عدة من الأفراد أيضا غلب عليهم الأمر والقرعة طلعت باسمهم، هذا دليل على وجود أفراد آخرين وقعت القرعة باسمهم. والذي نراه خلاف ذلك، مراد القرآن من أنه كان من المدحضين، يعني في كل قرعة يقترع سواء في هذه قضية السفينة أو في غيرها أصبح نبي الله يوسف من المدحضين المغلوب عليهم في مسألة القرعة، هو الوحيد الذي طلعت وخرجت القرعة باسمه. دليلنا على ذلك على تفرد نبي الله يونس بهذا في خروج القرعة باسمه، هو أنه تأكيد للإرادة الإلهية وأنه حكمة إلهية ربانية، بخلاف ما لو كانت القرعة قد خرجت باسم غيره وأصابت غيره، يقال أنه أصابت نبي الله يونس من باب الصدفة. لا، لم تصب غير النبي يونس للدلالة على الحكمة الإلهية، وهذا تأمل جدير بأن يصرف عنان البحث إليه. التأمل الخامس، قوله تعالى فالتقمه الحوت وهو مليم. السؤال، كيف يكون الإنسان يمكن أن يبقى في بطن الحوت ويخرج سالم بعد 3 أيام حسب رواية مقاتل، بعد 7 أيام حسب رواية عطاء، بعد 20 يوم حسب رواية الضحاك، بعد 40 يوم حسب رواية السدي وغيره؟ جميع هذه الروايات لا تنهض حجة. هناك رواية طبعا عن الإمام الصادق تقول بقى 9 ساعات، ولا يخفى عليكم أن المراد من الساعة في الروايات هو اللحظة. نعم هنالك روايات تذكر أيام في روايات، لكنها ضعيفة لا تسند، لا تصمد أمام النقد. الجواب أنه لم يلبث نبي الله يونس سوى بمقدار تسبيحة، والدليل قول الله تبارك وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الآيات هذه وذا النون إذ ذهب مغاضبا ذكرت 3 أحداث مهمة على التوالي بحرف الفاء. أولا قضية ذهاب مغاضب، ثانيا ظنه فظن أن لن نقدر عليه، ثالثا فنادى في الظلمات، رابعا فاستجبنا له. شوفوا هذه الأحداث إنما ذكرت على التوالي بحرف الفاء للدلالة على الفورية، حرف ثم يدل على التراخي، هذه دلالة على الفورية.
وهكذا آية البحث وإن يونس لمن المرسلين. شوف لاحظ معي، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم، يعني شنو؟ عمل قرعة فساهم فالتقمته الحوت مباشرة، فلولا أن كان من المسبحين مباشرة فنبذناه بالعراء مباشرة، يعني العملية ما استغرقت وقتا طويلا. وفي ذلك أهمية، إشارة إلى أهمية فاعلية التسبيح، الفاعلية السريعة للتسبيح ولقضاء في الواقع ما يريد من الله تبارك وتعالى. طيب التأمل السادس، فالتقمه الحوت وهو مليم. مليم يعني صاحب ملامة، صاحب توبة، يستشعر التوبة واللوم لنفسه. التوبة من أهم عوامل المغفرة، التوبة من أهم عوامل استجابة الدعاء، وهذا لابد أن نتأمل فيه إخواني وأخواتي. التأمل السابع، فلولا أن كان من المسبحين، فيه دلالة على أهمية دوام التسبيح مضافا إلى مداومته على التسبيح أنه سبح في بطن الحوت. يعني لا يتصور أنه مرة واحدة نبي الله يونس سبح، لا، كان من المسبحين، يعني كان يداوم على التسبيح دائما. السؤال ما هو سبب نجاة النبي يونس؟ الآية أعلاه تقول لولا أن كان من المسبحين، أكو آية أخرى في سورة القلم تقول لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. إذن أيهما؟ هل نعمة الله التي أدركته هي التي أسببت نجاته، أم أنه كان من المسبحين؟ الجواب أن إدراك نعمة الله للعبد سبب لتسبيحه أو نتيجة للتسبيح. إذن التسبيح مهم، يجعل الإنسان محط نعم الله. التأمل الثامن، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. شوف التسبيح شقد مهم، وهذه الآية تدل على إمكان طول عمر الإنسان وأيضا الحيوان إلى آلاف السنين، بل إلى يوم يبعثون. ولا ينبغي للإنسان أن يستكثر طول حياة الإمام المهدي سلام الله عليه، لكن البعض يرى أن المراد من هذه الآية كون بطن الحوت يصبح قبر لنبي الله يونس، والحوت هو نفسه أيضا يقبر في مكان آخر، فيقول بأن هذه الآية لا دلالة فيها على طول العمر، لكن في الواقع لا يدل على ذلك. العبارة الآية لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، المراد بأنه يلبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يلبث وهو حي لا وهو ميت على أي حال. التأمل التاسع، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. العراء الأرض الجرداء، الأرض التي لا فيها نبات ولا فيها زرع ولا فيها نوع من أنواع الحياة. طبعا لا شك أن قصة يا نبي الله يونس تتسم بالإعجاز، معجزة، وهذا يتطلب أنه لم يكن سقيم بل يكون مشافى معافى كالنبي إبراهيم عندما ألقي في النار، وكموسى عندما ألقي في البحر وهو رضيع. المفترض ما يكون سقيم، فلماذا هنا أنا سقيم؟ البعض أجاب بأن بقاءه حيا ليس معجزة بل هو أمر عادي، فلا بد أن يصاحبه لوازم ماذا؟ ما يلاقيه من مصاعب. نعم نبذه في العراء معجزة وتصرف كوني، لكن هذا الجواب ليس بصحيح. الذي نرتئيه أنه عندما ترك في الواقع الأمر المولوي، عندما ترك الأولى كان مستحقا لأن يأخذ وينال تبعات ذلك،
أما قصة إبراهيم سلام الله عليه وموسى سلام الله عليه فليس هنالك ترك أولى، فكان الأمر على كماله وتمامه. التأمل العاشر قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. بعث نبي الله يونس من فلسطين إلى منطقة نينوى اليوم تسمى بالموصل. القرآن الكريم يقول كان سكانها في الواقع 100,000 أو يزيدون. بس إيش قد يزيدون؟ على أي حال ليس مورد الكلام، لكن هؤلاء 100,000 أو يزيدون كم نفر من هؤلاء آمن؟ الروايات تقول لم يؤمن إلا نفرين، نفرين من هؤلاء. طبعا لما رأوا العذاب آمنوا ومتعهم الله تبارك وتعالى وكشف عنهم العذاب. لذلك الآية الأخرى في سورة يونس تقول بسم الله الرحمن الرحيم لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني قرية كافرة، قرية كافرة لما رأت العذاب آمنت، هنا ما ينفعها إيمانها. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ومتعناهم إلى حين. إذن نقف هنا أيها الإخوة والأخوات على أهمية الدعاء. الأنبياء كانوا يدعون، الصلحاء كانوا يدعون، نبي الله يونس دعا وانكشف عن قومه وعنه العذاب، كان في ظرف حرج. اليوم نقف كلنا، كل العالم الإسلامي بل كل البشرية تقف أمام هذه الهجمة الشرسة الوحشية التي يتعرض لها أبناء غزة في فلسطين. نقف داعين لأهل غزة بالنصر المؤزر الذي ينطلق من الإيمان الذي لا يغلب، وهذه سنة الله في الأرض أن الله ينصر من نصره ويخذل أولئك الذين يعتدون على البشرية وعلى حقوق الإنسان وعلى الحرث والنسل. هؤلاء في الواقع مصيرهم إلى الزوال لا محالة، وإن كلمة الله هي العليا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.